اللهم يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والقناعة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والقناعة والغنى. نسألك يا ربنا الغنى عن الناس، لا تحوجنا لغيرك يا الله. اللهم مددنا يدينا إليك بالسؤال، فلا تردنا خائبين. وقفنا يا ربنا ببابك، فلا تردنا عن رحابك. وقفنا يا ربنا ببابك، فلا تردنا عن رحابك. وأجب لنا ما نرجوه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اهد شبابنا، اللهم يا ربنا اهد شبابنا، واهد يا ربنا بناتنا، واهد يا ربنا كبارنا وصغارنا، واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم. يا ربنا ارزق شبابنا عفة يوسف، وارزق يا ربنا بناتنا طهارة مريم، وارزقنا يا ربنا جميعا أخلاق الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف يا ربنا عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا الله. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.